السلام عليكم طلبة وطلبات الصف الرابع الابتدائي النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض الدرس الخامس في الوحدة الاولى في منهج الترم الاول للصف الرابع الابتدائي درس النهاردة اسمه الصيغ المختلفة للاعداد انا عندي في ثلاث صيغ للاعداد كم صيغة؟ ثلاث صيغ كلها اسمها صيغ عددية اسمها ايه؟ صيغ عادية؟ اول نوع اسمه صيغة قياسية اسمها ايه؟ صيغة قياسية صيغة قياسية هي عبارة عن أن أنا بكتب العدد باستخدام الأرقام بكتب العدد باستخدام إيه الأرقام زي مثلا 375 بكتبها باستخدام الرموز اللي بتعبر عن الأرقام تاني صيغة عندي الصيغة اللفظية الصيغة اللفظية الصيغة اللفظية عندي بكتبها بالحروف بكتبها بالإيه بالحروف 375 وخمسة وسبعون ثلاثمئة يعني وسبعون بكتبها الأرقام في الصيغة القياسية لو اكتبها في الصيغة اللفظية بكتبها بالحروف تبقي 375 وخمسة وسبعون اخر صيغة عندي اسمها الصيغة الممتدة اسمها الصيغة ايه الممتدة ان انا بكتب الرقم او بكتب العدد عندي في صوره مجموع قيم الارقام المكونه ليه بكتبه في صوره مجموع قيم الارقام المكونه للعدد ده يعني 375 عباره عن 300 زائد 70 زائد 5 300 زائد 70 زائد 5 يبقى انا عندي ثلاث صيغ للاعداد صيغه قياسيه بالارقام صيغه لفظيه بالحروف صيغه ممتده مجموع قيم الرقم صيغة قياسية بالأرقام صيغة لفظية بالحروف صيغة ممتدة في صورة مجموع قيم أرقام العدد تعالوا بقى نشوف مع بعض التدريب ده أول سؤال في أول نقطة في التدريب عندي بيقول أكتب الصيغة اللفظية للعدد 48 قلنا صيغة لفظية يعني هكتب بالإيه؟ صيغة لفظية يعني بالحروف يبقى هنا عايز اكتب العدد 48 بالحروف هيبقى 48 بالحروف هيبقى 48 هيبقى ايه 48 ثاني نقطه عندي بيقول اكتب الصيغه القياسيه للعدد 370 اكتب الصيغه القياسيه للعدد 370 370 الصيغه القياسيه يعني هكتبها بالايه بالارقام شاطرين هكتبها بالارقام يبقى عايز اكتب 370 بالارقام هتبقى عباره عن 370 شاطرين تلات حاجة بيقول لي اكتب الصيغة القياسية للعدد اتنين زائد عشرين زائد ربعمية زائد سبعة آلاف زائد عشرين هنا جايبها لي بالصيغة الممتدة اللي هي ايه مجموع قيم الرقم وعايز اكتبها بالصيغة القياسية كل اللي هعمله ان انا هكتب كل رقم عندي في الخانة بتاعته انا عندي اول حاجة الاتنين الاولانية دي في ايه في الاحادي بكتب في الاحد اتنين العشرين دي عبارة عن اتنين في العشرات الربعمية اربعة في المئات السبعة آلاف سبعة في الالوف ال ألف عبارة عن اتنين في عشرات الألوف يبقى هكتب كل رقم في الخانة بتاعته هيبقى العدد بتاعي اللي هيظهر عندي يبقى سبعة وعشرين ألف وأربعمية اتنين وعشرين اتنين في الآحاد اتنين في العشرات أربعة في المئات سبعة في الألوف اتنين في عشرات الألوف يبقى الصيغة القياسية للصورة الممتدة بتاعتي هتبقى عبارة عن سبعة وعشرين ألف وأربعمية اتنين وعشرين رقم أربعة بيقول لي اكتب الصيغة اللفظية للرقم تسعة زائد عشرين زائد ستين ألف زائد سبعمية ألف هو جايبها لي هنا صيغه ممتدة وطالبها مني صيغه لفظيه طب انا الصيغه اللفظيه لازم اقراها في الصوره القياسيه عشان اعرف اكتبها بالحروف طب انا هنا عندي اول حاجه جايب لي الصوره الممتده انا لازم الاول اجي على جنب كده واكتبها في الصيغه القياسيه اللي هي بالارقام اللي هي ايه بالارقام احط كل رقم في الخانه بتاعته يعني في الاحاد هحط التسع في العشرات هحط الاثنين طب المئات مش موجوده بحط فيها صفر طب احاد الالوف مش موجوده احط صفر عشرات الالوف فيها الستة مئات الالوف فيها السبعة هيبقى الرقم عندي سبعمية وستين الف وتسعة وعشرين الخانة اللي مش موجودة بحط فيها الصفر الخانة اللي مش موجودة بحط فيها ايه صفر يبقى سبعمية وستين الف وتسعة وعشرين اللي قريته ده اكتبه بالحروف هيبقى عبارة عن ايه سبعمية وستون الف وتسعة وعشرون سبعمية وستون الف وتسعة وعشرون اجي في رقم خمسة بيقول اكتب الصيغة الممتدة لعدد خمسين الف تلتمية واحد وتسعين هو هنا مديهالي لي صيغه قياسيه وعايزها مني ممتده ممتده اللي هي مجموع قيم العدد يعني هكتب كل رقم على حسب قيمته بكام اول حاجه عندي امسك الاحاد الواحد في الاحاد هتبقى بواحد تسعة في العشرات بتسعين ثلاثة في المئات بتلتمية صفر في الالوف صفر هيبقى مكتبوش خمسة في عشرات الالوف هتبقى بخمسين الف يبقى الاجابة عندي هتبقى واحد زائد تسعين زائد تلتمية زائد خمسين الف بكتب كل رقم في العدد بتاعي على حسب قيمته بكام على حسب قيمته ايه بكام تعالوا بقى نشوف مع بعض السؤال التاني بيقول لي ايه بيقول لي اكمل ما ياتي طلب مني الصيغه بس المرادي في صوره اكمل اول حاجه بيقول الصيغه الممتده لعدد 7512 مديني الصيغه القياسيه وطالب مني الممتده وفي النص التاني من السؤال بيقول لي بينما الصيغه اللفظيه يعني هو مديني صيغه قياسيه وطالبني اكتبها بالصيغه الممتده والصيغه اللفظيه اول حاجه الصيغه الممتده قلنا مجموعه مجموع قيم الارقام المكونه للعدد يعني بمسك كل رقم في العدد بتاعي واكتب قيمته بكام يعني اتنين في الاحاد تبقى باتنين واحد في العشرات تبقى بعشر خمسة في المئات تبقى بخمسمية سبعة في الالاف تبقى سبعة آلاف يبقى انا كده عملت الصيغة الممتدة كتبت اتنين زائد عشرة زائد خمسمية زائد سبعة كل واحد بقيمته الرقمية بتاعته بينما الصيغة اللفظية الصيغة اللفظية اللي هي بالحروف فبنقرأ سبعة الاف خمسمائة واتناشر لما حب اكتبها تبقى سبعة الاف وخمسمئة سبعة الاف وخمسمئة تاني سؤال عندي بيقول الصيغة الممتدة لعدد ثلاثة وستون الف وخمسمئة واربعة عايز نكتبها في صورة ممتدة اللي هي مجموع قيام الرقم مجموع القيم الأرقام المكونة للعدد طب أنا هنا عندي مكتوبة لفظي أنا مش عارفة أطلع الأرقام الأول أكتبها في الصيغة القياسية اللي هي بالأرقام اللي بتسهل عليا، أكتبها تلاتة وستين ألف وأربعة، تلاتة وستين ألف وأربعة، بعد كده الصيغة الممتدة بنكتب كل واحد على حسب قيمته في كام؟ على حسب الخانة بتاعته، يعني أربعة في الأحاد هتبقى بأربعة، الصفر ما بنكتبوش، الخمسة هنا في إيه؟ في المئات هتبقى بخمسمية، التلاتة في الآلاف هتبقى بتلات آلاف الستة في عشرة الاف هتبقى بستين الف يبقى الاجابة عند اربعة زائد خمسمية زائد تلات الاف زائد ستين الف الصفر ما خالص السؤال اللي بعد بيقول الصيغة القياسية للعدد مديني ستة زائد بتين زائد تلات الاف زائد خمسين الف دي صيغة ممتدة طالبها مني في الصورة القياسية او الصيغة القياسية يعني هكتبها بالارقام يعني اكتبها ايه بالارقام يبقى احط كل رقم في خانته اول حاجه عندي ستة في الاحاد يبقى احط الستة. بعد الاحد ايه عشرات طب العشرات مش موجوده يا ميسي. يبقى نحط صفر مش احنا قلنا الصفر ما بيتكتبش يبقى هنا بنرجع نحطه تاني يبقى نكتب ستة وجنبها الصفر وبعد كده اتنين في المئات تلاتة في الالوف خمسة في عشرات الالوف يبقى الرقم هيبقى بالشكل ده خمس ايه تلاتة وخمسين الف وامتين وستة تلاتة وخمسين الف ايه وامتين وستة نيجي في اللي بعده جايب لي عدد تعال نقراه تلاتة وتلاتين مليون ستمية واتناشر الف سبعمية تلاتة وعشرين وعايز نكتب كل رقم موجود ايه الطبق بتاعه يعني بقول نقط مليون زائد نقط الف زائد نقط طيب هنا تعال نشوف طبق الملايين في كام فيه تلاتة وتلاتين يبقى اول حاجة عندي اهي تلاتة وتلاتين بعد كده ستمية واتناشر الف يبقى عند الالف نكتب ستمية واتناشر وبعد كده سبعمية تلاتة وعشرين طبق الوحدات اللي مش بنكتب له اسم يبقى سبعمية تلاتة وعشرين نشوف مع بعض السؤال ده بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين قوسين هختار الإجابة الصح من الاختيارات اللي, اللي هو مديها أول سؤال عندي بيقول أربعة 74 مليون و وسبعة عايز نكتبها إيه بالأرقام اللي هي الصيغة القياسية 74 مليون و وسبعة تعال نقرأ الاختيارات أول واحدة وسبعين الف وخمسمئة وسبعة مفيش طبق الملايين لازم طبق إيه مفيش طبق الملايين هنا طبق الوحدات طبق الألوف اللي بعدها 74 مليون و507 تمام طب اللي بعديها ما نقراها كده 47 مليون لا يا مس هو 74 واللي بعدها 47 يبقى ما تنفعش يبقى الاجابه الصح اللي تاني اجابه عندي اللي هي 74 مليون و507 تاني سؤال عندي بيقول لي العدد 9 زائد 30 زائد 7000 زائد 60000 زائد 500000 في الصوره اللفظيه قلنا في الصوره اللفظيه الاول نعمل ايه نكتبه ب الارقام نكتبه بالارقام هكتب تسعة في الاحاد تلاتة في العشرات المئات هتبقى فيها صفر سبعة في الالوف ستة في عشرات الالوف خمسة في مئات الالوف يعني هتبقى خمسمية سبعة وستين الف خمسمية سبعة وستين الف وتسعة وتلاتين خمسمية سبعة وستين الف وتسعة وتلاتين طيب يا يا مس هيبقى الاجابه بتاعتي ندور على 567139 اللي مكتوبه بالحروف اللي مكتوبه بالايه بالحروف اول واحده 576 لا دي هي 567 تاني واحده 56000 لا برده غلط هي 567 يبقى ثالث اختيار عندي هو الصح اللي هو 567 هاجي بعد كده في السؤال اللي بعده بيقول 63 مليون زائد 17000 زائد 512 يعني الملايين فيها تلاتة وستين، اللوف فيها سبعتاشر، الوحدات فيها خمسمية واتناشر، تلاتة وستين مليون نكتبها، وبعد كده سبعتاشر ألف لازم نكمل الطبق في صفر سبعتاشر ألف وخمسمية واتناشر، يبقى الإجابة عندي هتبقى أول اختيار تلاتة وستين ألف، تلاتة وستين مليون سبعتاشر ألف وخمسمية واتناشر. تعالوا بقى نشوف اخر سؤال عندنا في حصه النهارده ان شاء الله بيقول لي اكمل الجدول جايب لي جدول فيه الثلاث صيغ اللي احنا درسناهم في درسنا النهارده الصيغه القياسيه والصيغه الممتده والصيغه اللفظيه مديني صيغه وطالب مني الصيغتين التانيين اول واحده عندي مديني الصيغه القياسيه 565 طالب من الصيغه الممتده والصيغه اللفظيه انا عندي 565 هكتبها بالصيغه الممتده يعني الصوره مجموعه قيم الرقم عندي اول حاجه 5 في المئات ب 500 6 في العشرات ب 60 5 في الاحاد ب 5 يبقى 500 زي 60 زي 5 500 زي 60 زي 5 بعد كده الصيغه اللفظيه الصيغه اللفظيه أنا هكتبها بالحروف يعني اكتبها بالايه بالحروف 565 هتكتب 565 زي ما بقراها بكتبها تاني حاجة مديني الصيغة اللفظية ثمانية مليارات واربعمائة وسبعة وعشرين مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف وتسعة واربعون هكتبها بالصيغة القياسية اللي هي بالأرقام الأول أنا عندي رقم شكله طويل أنا كل طبق هقراه واكتب الارقام بتاعته جواه وبعد كده اخلصه اروح للطبق اللي بعده احنا متفقين ان كل طبق فيه ثلاث ارقام ما عدا اول طبق من على الشمال ممكن عادي يبقى فيه رقم او اتنين مفيش مشكله يبقي اول حاجه ثمانية مليارات يبقي هكتب 8 في المليارات واعمل الفاصله بتاعتي بين كل طبق والتاني اربعميه وسبعه مليون يعني الطبق المليان في كام 427 سبعه وعشرين كدا مليان هكتب 427 سبعه وعشرين اربعه سبعه بعد كده طبق الالوف تسعوميه خمسه وتسعون اكتب تسعوميه خمسه يبقي كدة مليته اخر طبق عندي طبق الوحدات في تسعة واربعون لازم احط صفر في المئات عشان انا ما نطقتهاش هتبقى عندي الرقم كله على بعضي تمانية مليار ربعمية سبعة وعشرين مليون تسعمية خمسة وتسعين الف وتسعة واربعين طب انا عايز اكتبه بالصيغة الممتدة هنمسك كل رقم ونكتب قيمته تعالوا نبدأ من تمانية عندي فين تمانية في المليارات يعني تمانية مليار بعدها الاربعة ربعمية مليون لاتنين عشرات الملايين بعشرين مليون السبعة في أحد الملايين يعني بسبعة مليون وهكذا التسعة بتسعوبية ألف التسعة التانية بتسعين ألف الخمسة بخمس آلاف المئات ما بكتبهاش عشان فيها صفر أربعة في العشرات باربعين والتسعة في الأحد بتسعة هيبقى عندي زي ما أنا مكتوب قدامي تمانية مليار زائد ربعمية مليون زائد عشرين ألف زائد سبعة آلاف زائد تسعمية ألف زائد تسعين زائد خمسة آلاف زائد أربعين زائد تسعة طيب نشوف السؤال اللي بعده هنا مدينا الصيغة الممتدة ستة مليار زائد ربعمية مليون زائد تلاتين مليون زائد ستة مليون زائد عشرين ألف زائد تلات آلاف زائد خمسمية زائد أربعة هكتب كل حاجة في خانتها ستة في المليارات هكتب ستة بعد كده أربعة في مئات الملايين تلاتة في عشرات الملايين ستة في أحد الملايين وأعمل الفاصلة بتاعتي عندي مئات الألوف مش موجودة أحط فيها صفر عشرات الألوف باتنين أحد الألوف بتلاتة إيه المئات بخمسة العشرات أحط فيها صفر وبعد كده أحط الأربعة هيبقى الرقم عندي بالشكل ده ستة مليار ربعمية ستة وتلاتين مليون أربعة وعشرين ألف وخمسمية وأربعة ستة مليار ربعمية ستة وتلاتين مليون

يبقى احنا كده درسنا النهارده في الثلاث صيغ قياسيه بالارقام ممتده مجموع قيم الرقم لفظيه بالحروف ويا رب تكون فهمنا ومع تمنياتي لكم جميعا بالنجاح والتفوق ان شاء الله واشوفكم الحصه الجايه السلام عليكم